كانوا زملائنا في الجامعة، واليوم كل فخر نشوفهم تفوقوا مناصب وقيادية ومناصب عليا في الدولة. حفلنا الكريم، نبدأ حفل لم الشمل للعام 2022 بخير الكلام كتاب الله عز وجل مع الخريج من خريج كلية القانون حمد الجميلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. قالوا لي روحي حفلة لم الشمل قبل المكتبة. رحت المكتبة القديمة ما لقيت فيها حفلة من الشمل، طرشوا لي اللوكيشن، جيت المكان الجديد. خبري على المكتبة هناك. سلمان؟ موجود يا موزة، خير صاير؟ خير. قالوا لي حفل لم الشمل قبل المكتبة، رحت المكتبة القديمة اللي على خبري. زين. ما لقيت حفل لم الشمل، طرشوا لي اللوكيشن، جيت هني، لقيت المكتبة. زين، هالمبنى اللي ورا مبنى شنو موزة؟ ما مر علي. هذه المكتبة موزة. خريج، قيدك كم؟ أنا قيدي 2011. ما لحقت على المكتبة هذه. حلو. معليش بس قيدي 2003. أصحاب السعادة. أصحاب السعادة، زملائي الخريجون والخريجات،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، تحية طيبة لكم جميعا، وحياكم الله في جامعتكم الأم جامعة قطر في حفل لم الشمل لرابطة خريجي جامعة قطر 2022. حضورنا الكريم تتضمن فقرات حفلنا هذا العديد من المحطات الهامة التي نرجو أن تنال إعجابكم في هذه الليلة. في مقدمة فقرات هذا الحفل، الكلمة التي يلقيها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس رابطة خريجي جامعة قطر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى يتجدد اللقاء بكم أيها الكرام في مناسبة سعيدة من مناسبة جامعتنا الوطنية جامعة قطر، لنؤكد لكم باسم رابطة خريجي جامعة قطر اعتزازنا بهذه الرابطة وإخلاصنا ودعمنا لها للمضي بها إلى المزيد من التواصل والارتباط المثمر بين خريجي جامعة قطر. الحضور الكرام، إن الدور الذي تلعبه الرابطة مهم في ربط آلاف الخريجين بعضهم ببعض وجعلهم يفكرون معا في أفضل السبل لنهضة بلدهم والتعاون في المجالات العلمية المختلفة والعودة سنوياً إلى جامعتهم، ولا يقتصر هذا الدور على الجوانب العلمية والبحثية بل يصل إلى الجوانب الوجدانية، حيث يتذكر الجميع مرحلة الحياة الجامعية التي تعتبر من أخصب فترات العمر وأهمها. وقد وصل عدد خريجي جامعة قطر ما يقارب 53 ألف خريجاً وخريجة ينتشرون عبر مؤسسات دولة قطر وعبر العالم، حاملين معهم مشاعلا من نور العلم والثقافة لتأكيد دور جامعة قطر الرائد على مدار عقود من الزمن في نهضة قطر، وهي النهضة الشاملة التي تؤكد كل يوم أنها قادرة على المضي بعزم نحو المزيد من التقدم والرفاهية بفضل قيادتنا الرشيدة ومواطنين الأوفياء. إن رابطة خريجي جامعة قطر نمت وتضم اليوم 29 فرعاً تغطي أغلب التخصصات العلمية والثقافية التي تهم المجتمع الجامعي، ويعمل كل فرع على إرساء دعائم هذا الصرح العلمي الذي نعود إليه جميعاً وهو في أبهى صورة، ويعود إليه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصلنا إليه عبر مساراتنا الحياتية والوظيفية. ومن الوفاء له أن نتعهد دائما بالرعاية والاتصال وتقديم خبراتنا له والاستفادة مما يزخر به من معارف ومهارات وتقنيات تتقدم يوماً بعد يوم. وفقنا الله جميعاً لخدمة بلدنا الحبيب قطر ومجتمعنا، وجعلنا ممن يقدمون الخير للبشرية وينشرون عبير الفرح والسرور والخير حيثما نكون. وبمناسبة قرب انتهاء فترة رئاستي للرابطة التي دامت لمدة 6 سنوات على فترتين، أود أن أسجل شكري الجزيل لإدارة الجامعة وعلى رأسهم الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وكل القائمين على إدارة التواصل والشراكات الداعمين الأوائل لنشاط الرابطة، ولا أنسى إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الإدارة، ولكم جميعاً للمشاركة وتشريفنا بالحضور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس رابطة خريجي جامعة قطر. ممكن احنا اخذنا الحماس شوي وتكلمنا في البداية عن مكان الحفل، لكن نسينا نعرفكم عن انفسنا. اخذكم موزة خالد المهندي، قيد 2003-59171، خريجة سنة 2008. اخوكم سلمان يوسف، ولي الفخر اني احد خريجي جامعة قطر. ممكن كل واحد موجود فينا هني من الحضور او منا شخصيا عنده ذكريات في الجامعة، والذكريات كثيرة طوال المسيرة الجامعية. خلوني ابدأ بزميلتي موزة المهندي واسألها عن ابرز الذكريات اللي مرت فيها خلال دراستها في الجامعة. طبعا في الجامعة كل من عنده ذكريات سعيدة وذكريات، ما ابغي اقول سيئة لان انا في الجامعة ورئيس الجامعة موجود، بس الجامعة كانت على، وما بقول ايام زماننا على اساس ما اكبركم كلكم، بس بقول كانت فيها حلاوتها. كل تعب فيها نجني ثمارها الحين، اني وبعد ما اخذت افاده التخرج بقول نسيت كل لحظه سيئه يمكن قضيتها في الجامعه، ونهيناها بتواجدنا اليوم معاكم وبوجود جميع الخريجين معنا اليوم. انت اخوي سلمان، هل في موقف مثلا مريت فيه ممكن مثلا حاب انك انت تذكرنا فيه وتقول لنا عنه؟ مواقف امانه ايام دراستي في الجامعه وايد، لكن واحده من المواقف اللي مستحيل انساها خلال دراستي في الجامعه، انك انت اشتغل وادرس في الجامعه في نفس الوقت، فحاولت اني اضغط محاضراتي خلال يومين في الاسبوع، الاثنين والاربعاء، 6 محاضرات. فعندي محاضرات موزه من الساعه 8 الصبح لين الساعه 6:30 المساء. فالمحاضرات ورا بعض، اخلص من كلاس اروح للكلاس الثانيه، اخلص من المحاضره اروح للمحاضره الثانيه. ثاني محاضره عندي كانت في مدرج الكندي، قاعه الكندي، وكانت القاعه بارده. ثاني محاضره تقريبا تصير الساعه 9:30، فقعدت اخذت لي زاويه ومركز مع كلام الدكتور. فجاه غفت عيني، قمت اشوف الساعه كم، الساعه 4:30 العصر، معناته انا طوفت كل محاضرات اليوم. ممكن هذا الموقف اللي مستحيل انساه اثناء دراستي في الجامعه. يعطيك العافيه اخوي سلمان، وعلى فكره سلمان ناصي رقم قيده مع انه خريج 2015. حضورنا الكرام، ان هذا الحفل السنوي مناسبه نجتمع فيها جميعا لنستعيد الذكريات مع جامعتنا الام، جامعه قطر، بحيث تبقى الذكريات حيه ومتجدده. والان دعونا نشاهد فيلما وثائقيا حول نادي الخريجين. Thank you.
الحضور الكرام، من خلال هذه الفقرات نسعى أن نعرفكم بالأنشطة المختلفة لناديكم ورابطتكم، رابطة علاقات الخريجين، وأيضا نعرفكم بالمتميزين من زملائكم. اسمحوا لي الآن أن أدعو سعادة رئيس جامعة قطر وسعادة رئيس رابطة الخريجين لفقرة التكريم. حضورنا الكريم في هذا الحفل سيتم تكريم الخريجة المتميزة، وراح نتعرف عليها معاكم خلال هذا الفيديو. في الحقيقة يعجز لساني عن التعبير عن مشاعري اليوم. استرجاع ذكريات السنوات الماضية كلها منذ أن تخرجت من جامعتي، جامعة قطر، إلى هذه اللحظة أجد في عمق هذه الذكريات جامعتي، جامعة قطر. واليوم وأنا أكرم بعد هذا المشوار المهني الطويل من جامعتي، أعتبره وسام شرف. شكراً جامعتي، شكراً جامعة قطر. فلتتفضل السيدة أمال المناعي مشكورة لاستلام درع الخريجة المتميزة. في كل لقاء من لقاءاتنا بريق خاص وتنوع وتجديد، والآن سيتم تكريم الفرع المتميز من فروع رابطة الخريجين، التكريم من نصيب فرع كلية الصيدلة سنة 2020. وتمثلها السيدة حسن محمد الميقاتي. وأيضاً فرع تعليم الأحياء سنة 2021، وتمثلها رئيس الفرع وردة جراب. في مشجعين كثار لفرع الأحياء موسى. أيضا حضورنا الكريم للكليات نصيبها أيضا من التكريم معنا في حفل اليوم، لأن الرابطة دائما تتابع الأنشطة وتقيم وأيضا تمنح دروع للمتميزين. هذا العام التميز كان من نصيب كلية الآداب والعلوم، وتتسلم الدرع السيدة مها الدفع. لا بعرف والله، أنا على الكاميرا. إيش في؟ عم بياخد ليك، عم بياخد. للمتميزين من خريجي جامعة قطر مكانة خاصة في نفوسنا،
وللأشخاص الذين وضعوا بصماتهم في سجل تميزنا مكانتهم. ومن هؤلاء سعادة السفير الأفغاني السابق عبد الحكيم دليلي رحمة الله عليه، الذي كان من المفترض أن يكون ضيف فقرة قهوة مع خريج، ولكن وافته المنية رحمة الله عليه، لذا وجب علينا تكريم حضورنا الكريم. هذا الفيديو الذي سنشاهده سويا تم تصويره قبل وفاته ليكون ضمن فقرات هذا الحفل، إلا أن إرادة الله سبحانه وتعالى كانت فوق كل شيء رحمه الله. بعد 17 سنة وأنا أرجع إلى جامعتي، حيث كان لي ذكريات جميلة، وجامعة قطر حبيبة قلبي تعلمت فيها، حيث لي ذكريات جميلة حيث لها فضل في تكويني الشخصي. طبعا أول ما دخلت كلية، وبالذات كلية الهندسة وقسم المدني، تحقق حلمي الذي كنت أحلم به أن أدخل لكلية الهندسة ويكون لي مكان في كلية الهندسة وقسم المدني، لأن كان خلفية هذا الشيء لأن كنت جاي من أفغانستان، وأفغانستان كان تم تدميره من قبل القوات الغازية، فكنت أطمح أن يكون لي دور في بناء بلدي. وكان بناء يمر عن طريق أنا أتخصص في مجال الهندسة وبالأخص في قسم المدني. أنا علاقتي كانت بمهندس عبد الحكيم عندما رجعت من الولايات المتحدة الأمريكية في العام 97، كان هو مساعد تدريس عندنا في قسم الهندسة المدنية في ذلك الوقت، رغوف بتعلم كل ما هو جديد في مجال الهندسة في قطاع البناء والتشييد، ولكن كان دائما كذلك هو شغوف بمتابعة أخبار أفغانستان ومعرفة أحوالها، ويعني المساهمة في تحقيق يعني شيء من الاستقرار في ذلك الوقت ناضل من أجل بلده ومن أجل يعني حريتها ومن أجل الرأي فيها، فرحمة الله عليه. أتمنى طبعا التقييم يكون لدى الشعب الأفغاني، لدى الجالية الأفغانية هنا، فأتمنى يكون حصلت برضاهم وهم مطمئنين. أنا اللي يهمني أن أقوم بالجهد والإخلاص والإتقان، كما في الحديث الشريف أي أحد منكم يقوم بعمل أن يتقنه، فأنا أقوم بالإتقان ولكسب رضا الله ورضا شعبي، وطبعا الأجر من عند الله، يعني نتمنى أن يجزنا ويعطينا ثواب الأجر. رحمة الله عليه، فلتتفضل عائلة السيد عبد الحكيم دليلي للتكريم. شكرا لسعادة رئيس جامعة قطر وسعادة رئيس رابطة الخريجين. حضورنا الكريم، كل خريج وكل طالب وكل من ينتمي إلى جامعة قطر هو شخص مميز، ولكن موزة العديد والعديد من الخريجين كانوا زملائنا في الجامعة، واليوم كل فخر نشوفهم تبوؤوا مناصب وقيادية ومناصب عليا في الدولة.
طبعا أنا فخورة اليوم لكوني متواجدة مع زملائي الخريجين وتواجد نخبة منهم وعلى رأسهم سعادة الوزيرة مريم المسند. كنا زملاء دراسة في جامعة قطر وفي مركز قطر للقيادات، ففخورة لكوني موجودة معكم اليوم جميعا. حضورنا الكريم، الآن نصل إلى أهم محطات هذا الحفل، قهوة مع خريج، رغم أن كل فقرات هذا الحفل مهمة أكيد بوجودكم. في فقرة قهوة مع خريج نرحب ترحيب كبير بسعادة مريم بنت علي المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة للحديث عن مسيرتها التعليمية والحياتية، فلتتفضل مشكورة. طبعا سعادة الوزيرة مريم وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، فخورين لكونك موجودة معنا اليوم ونسمع زيادة عن مسيرتك التعليمية والوظيفية. شكرا لك موزة، وأنا فخورة جدا بوجودي اليوم صراحة ما بينكم، ووجوه كثيرة الصراحة يعني أعرفها وسعيدة بأن شفتهم مرة ثانية، فشكرا على هذه الدعوة وشكرا على هذه الفرصة. بالنسبة للمسيرة التعليمية لا تخفى عليك موزة، ولكن الحضور الكريم ممكن يعرفون أن أنا تخرجت في 2004 من جامعة قطر، التحقت بالعمل الاجتماعي في 2005، وطبعاً يعني تنوعت مجالات العمل ما بين رعاية الأيتام وحماية المرأة والطفل ومجال رعاية الأسرة وتوفير التعليم لمناطق النزاعات المسلحة والمخيمات وصولاً إلى الوزارة اليوم. يعني سعادتك، يمكن احنا تكلمنا على المسرح عن ذكريات، وكل شخص مثل ما قلنا خلال هذا الحفل له ذكرى أكيد حلوة ومواقف مرت عليه في الجامعة، فلو نسألك عن أهم الذكريات اللي كانت مرافقة لك طوال مسيرتك الجامعية. أكيد في الكثير من الذكريات، طبعاً مش نفس الذكرى اللي مريت فيها، ولكن أنا حابة أني أتكلم عن ذكرى يمكن تحضرني لأن بشوفت يعني زملائي اليوم. الرصيد الإنساني اللي أنا حصلت عليه كون أن أنا كونت صداقات وعلاقات طيبة في جامعة قطر، أعتقد أن هذا كان أهم شيء أنا يعني خلينا نقول رصيد أنا بنيته، فهي أكثر بالنسبة لي رأس مال من أنها ذكرى يعني، فهذه كانت يعني أطيب وأغلى ذكرى بالنسبة لي. طبعا قبل أن توجه للسؤال الثالث، ساعدتها كانت في الشفلح، وبما أني مديرة المسؤولية الاجتماعية في شركة أريدو، كانت تصل تلفون تقول موزة إحنا كنا ربع في الجامعة بس الحين في الشفلح، وفي أنتوا أريدو ما شاء الله عندكم ميزانية محترمة في المسؤولية الاجتماعية فنبغي دعمكم أول بأول. فهذه نقطة ذكرتها ساعدتها، وصحيح المعرفة ومعرفة زملائنا الموجودين ووصولهم للمكانة الاجتماعية الحالية الموجودة فيها هذا شيء أضاف للجميع عندنا. طبعا سعادتك، ما هي أهم أولوياتك في الوزارة؟ طبعا دولة قطر أعطت اهتمام كبير للأسرة والتنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، وهذا متجسد في أصلا إنشاء هذه الوزارة اللي هي أول مرة يمكن في قطر تسمى بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. فمن أولوياتنا أن إحنا نحافظ على التماسك الأسري والحماية الاجتماعية ونوعي المجتمع فيها بحيث أنه يكون شريكنا فيها إن شاء الله. أكيد، لكن سؤال هنا يقول كيف يمكن أن نحقق التنمية المتوازنة القائمة دائما على الاستفادة من خبرات الجميع وأيضا المؤهلات؟ طبعا دولة قطر قائمة على تخطيط طويل الأجل يعني، وهذا متجسد في رؤية قطر 2030، وإحنا من غير الخبرات الموجودة في دولة قطر ومن غير طبعا الخريجين المتميزين اللي يعني تخصصوا في مجالات كثيرة ما راح نقدر نوصل لهذه الأهداف، فأكيد إحنا راح نعتمد على الخبرة وعلى التخصصات المهنية.
سعادتك كيف يمكن تحقيق تنمية متوازنة قائمة على الاستفادة من الخبرات والمؤهلات؟ أعتقد هذا هو نفس اللي قلناه. ما هي أبرز التحديات التي تواجه التنمية الاجتماعية اليوم؟ من وجهة نظري أعتقد أن إحنا في مجتمع قاعد يمر بتغيرات كثيرة وسريعة، وفي نفس الوقت إحنا نحب أن إحنا نحافظ على موروثنا الديني والثقافي والاجتماعي، فإن إحنا نوازن ما بين الاثنين هذا تحدي كبير بالنسبة لنا، وإن إحنا ندفع حتى السلوك المجتمعي نحو الإنتاج، وهذا شيء صراحة أنا شفته اليوم توسمت فيه خير لما أخذنا الجولة في المعرض اللي المقام في جامعة قطر، يعني ما شاء الله كل الطلاب منتجين، فهذه كانت من التحديات اللي أنا كنت أخشاها، ولكن رؤيتي اليوم لهذه المعارض بصراحة أسعدتني، وإن شاء الله إن إحنا راح نقدر نتغلب على هذه التحديات. على أساس ما نطول عليك ولا نطول على الحضور ختاماً، شو الكلمة اليوم اللي حابة توجهينها لكل زملائك وزميلاتك الخريجين من جامعة قطر، وأيضا الطلاب اللي مثل ما تفضلتي من شوي شفتي إنتاجاتهم على أرض الواقع؟ بالنسبة للطلاب أو طالبات، أنا أحب أقول لهم إن ما في تنمية ولا في تقدم إلا بالتعليم، فتحقيق الطموح وتحقيق الأحلام كلها ما تأتي إلا بالتعليم، فكون وجودهم اليوم هنا معانا فهم أكيد في الطريق الصحيح، وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. أكيد، وإحنا نشكرك سعادة مريم بنت علي المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، واسمحونا حضورنا الكرام أن ندعو سعادة رئيس جامعة قطر وسعادة رئيس رابطة خريجي جامعة قطر لتكريم ضيفتنا اليوم سعادة مريم بنت علي المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة. سنكرم شخصا عزيزا علينا له بصماته الواضحة في مسيرة رابطتنا وتقدمها ووصولها إلى ما وصلت إليه. دعونا نتعرف عليه من خلال هذا الفيديو. سعادة لا توصف، هم يمثلون جامعة قطر. تكريم اليوم لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس رابطة الخريجين، وهذه مفاجأة مثل ما يقول الآن على المسرح، له منا جميعا خالص الشكر والتقدير، وندعوها أيضا لتسلم الدرع التكريمي تقديرا ووفاء لما قدمه لرابطة خريجي جامعة قطر. كل الشكر لك سعادة الدكتور. تستمر المفاجآت دكتور. نشكر رعاة هذا الحفل شركة أريدو وشركة قطر للطاقة على رعايتهم لهذا الحفل الكريم. شكرا للجميع على الحضور، وإن شاء الله نراكم في حفل لم الشمل للعام 2023، وسامحونا على يكسور. شكرا للجميع. Okay.
الله.